برضو جاية والشقاوة في رجلك، وأنا اللي قلت خلاص هنهدى بعد ما رجعت. اللون ده ميسة. خايفة عليك يا أخويا. خايف عليا ولا على المطرح؟ لو مرحوم مش مريحك كرام تنزق في حتة تانية عشان ترتاحي. جرالك إيه يا سيد؟ ده أنت عند سامي يا أخويا. ولا أنت الغربة والهوى نسوك ظهرك واللي كنت ساند عليه ومدفهولك؟ رابطت فيه إيه؟ ما تظبطي. أنا ظابطة، بس أنت اللي ناس سامية. لا مش ناسي، بس طالما قلت سامية يبقى أنا على الصندل ده مبيت على زعلة كبيرة. وهو بيفرق معاك ولا بيشقلك لفت من بصل؟ لفت من بصل؟ إيه بنت مالك النهاردة في إيه؟ أنا تعبت يا سيد. أنا كل ليلة بتعدي عليا من غيرك بتوجع، وكل ما بحس إن إحنا هنقرب ألاقيك بتبعد أتوجع أكتر. أقعد أفتكر كلامك. أنت جدعة يا سامية، أنت بمليون راجل يا سامية. على فكرة بقى، أنا لا جدعة ولا بمليون راجل، أنا بنت زي كل البنات، بتبل قدامك زي الورد ده. طب هدي هدي وصلي على النبي. معاش وركان يا بنت بيقول عليكي كده. محدش يقدر يقول عليا كده. أنا اللي حاسة بكده، وده بيوجع أكتر. طب ياها أنت النهاردة. ماشي يا سامية. حقك عليا يا اخويا يتقطع لساني اللي قلت كده تاني، بس بظهرك السيده متزعل مني. انا عارفه نفسي، ما يملاش عيني غير التراب ده. تراب بقى لما انت في بيت واحد بقى شويه تراب يا ساميه. انت بتحلم على ايه؟ اوعى تكون بتلعب بيا، انا قلبي ايد نار وجتتي مش خالصه. العب مين يا بت؟ وحياه عينيك الحلوين دول اللي خلصوا غبار قلبي. عدي بس الليله دي ابتديت انشبك على طول. نشبك؟ ما احنا ياما شبكنا يا سيد، وبتيجي على اخر تكه وبتنفض. معلش جربين، اديني فرصة بس المرة دي. المرة دي بس يا بنت. طب تعالي أقولك حاجة، تعالي اتحرك يا بنت بلاش تناح. حاضر يا بنت. أنا خرجت عظيمة عظيمة عظيمة. هاي، ازيك؟ هاي، ثواني هبقى معاكي. اوكي اوكي، براحتك. ممكن نضحك تاني؟ ايوه هو ده هو ده. احكي لي يا ايه بقى بتعملي ايه؟ انا لسه في الجامعه. اوكي. وبحب الفن قوي وبالذات التمثيل، نفسي قوي اخش السكه دي. سكه؟ بس تنفع على فكره، يعني شكلك وملامحك يدخلوكي المجال ده بكل بساطه. يعني ما انا عارف، يعني شكلك سكسي اموره، ناقصك شويه حاجات صغيره كده وتبقي بيرفكت. بيرفكت حبيبي، اشوفك تاني. اوكي قول لي بقى، ايه الحاجات اللي انا ممكن اتعلمها؟ يعني محتاجين نغير شويه في اللون ده، شويه ميك اب، شويه حاجات كده صغيره وهتبقي زي الفل. انا بتعلم بسرعه قوي، بس المهم البدايه. البدايه اصعب حاجه. على الحرام لما كلمتني في التليفون بحسبك لسه مسافر، ما اعرفش ان انت جيت. ولو مسافر اعمل بيك ايه يا حالتها؟ هترجم لي بالروماني؟ لا يابا، بس تخلص لاخوك اي حكايه خالصه كده. قلبك دليلك يا بيبو. وادينا جبنا لك بحكايه خالصه من غير صلصه. حط يا صلاح. صبح لي على نفسك وقول لي ايه الكلام. على حق يابا. بس دي حنه يا زميلي. حنه؟ الحنه دي في ليلتها روح امك، هات يا. ايه يا عمنا في ايه؟ ما الكلام رايح جاي، هو انت قافش عليا ليه؟ الكلام راح وراك يا بيبو، مش بخارست اللي عاملها معاك، فتقوم بينا صلاح. امسحها فيها يا سيد، هو بس بيهزر وهزاره غشيم. يا تروبش. ما تظبط يا. انت جاي حامل ايه يا عمنا علينا؟ ولا تزعل نفسك يابا، دي مصدرها ايه دي يا عمنا؟ يوه مالكش فيه، هتاخدها ولا مش هتاخدها؟ يابا تلزمني، بس انا برضك لازم اعرف الكارفه اسمها ايه. يا ده انت هتعملي فيها طبيب شرعي؟ كشتك يا. انت مش عارف قافش عليا ليه يا عمنا؟ انت لسه هتعد. بينا صلاح. سلام يا غشيم. احلى مسا عليكم يا رجاله. فالحن ايه؟ اهدي يا بيت، هتقطع الصابع لحيلتك. طب هيلبسك الدبله فين يا خي؟ فداه عندي تسعه غيره في وش العدو، في راسه 10 زيك. بس انا سيد ما بياخدش الناقص، ولو هو رضي انا ما ارضاش يروح خالتك. جرالك ايه يا مر؟ هو انت هتعملي حمى عليا من دلوقتي؟ واخليه يديكي بالجزمه ولسانك جوه بقك وينادينا اكمل عليك،
وانزل فيكي قرص وتقريص في لباليبك يا بيه. كتك ايه يا نصر؟ سيد سيد ده نور عيني وحياتي كلها. ان شاء الله حتى يقطعني حتت ويفرقني كده 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 في الحار. يا بنتي مسهوك. بمناسبة التقريص بقى، انا الاوان تقرصيني في ركبتي عشان تحصليني. يا دي النيلة عليا وعلى جابوني من بدري، انت عايزاني اعمل ايه؟ ادعي على نفسي عشان اتسحب من وسطك واخلص؟ هو اللي نخبزه النهارده نرجع نعجنه بكره؟ جرى ايه يا ميس؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ جرى لك ايه يا مر؟ هو انت بتعلي حسك عشان تقلبي الليل عليا؟ اسمعيني كويس، انا غرضي راحتك ومصلحتك وانت عارفه كده. عايزه راحتي يا اختي؟ يبقى سيبيني في حالي وصكي على السيره دي خالص. قلتي ايه؟ قلت ان الست مننا ترسم أمارة الذكر قدام الخلق كلها. ماشي ماشي يا اختي، لكن بينها وبين نفسها ما تستحملش تعيش من غير ذكر. ربي خلق الست من ضلع الراجل عشان تنور راحتها وهي في حضنه. الراجل عايزك وشريكي ومش غريب، ولو خياره يحل رقبته ويحط راحتك مكانها والله ما يتنيها يا نصر. وهو مين ده يا اختي بقى ان شاء الله؟ ايوه مدام سالتي يبقى بشرة خير. صلي على النبي. ده البديل بتاعه، هيريح اكتر ان شاء الله. امي ما بقتش عايشه غير على المسكنات يا دكتوره. بس انت مالك؟ لونك مخطوف وعينيك مغربه، ولا اللي رفع خبور افغاني؟ ايه يا جدع انت الكلام ده؟ انا ماليش في الحاجات دي خالص. ما انا عارف انك مالكش فيه. يبقى حوار حرمه ومش عوطاك كمان يا صاحبي. صح ولا اخوك مضيع؟ حرمه ايه يا عم انت؟ أنا فاضي للكلام ده يا عم. ده أحلى كلام. طب أقولها لك بطريقتك. النسوان دي يا أحمد زي الدواء اللي أنت رصه وراك، لو ما لقيتش الشقرة تلاقي السمرة، ولو راحت السمرة تلاقي البيضة، وكله بدايل يا عم. فيهم الكبسول الحنين، وفيهم الإبرة اللي بتشك، ولا مؤاخذة كده لو أنت حظك أسود تاخد لبوس. لبوس؟ آه لبوس. قول بقى في إيه؟ مفيش يعني، بس هو إزاي يا صلاح تعرف إن البت دي عايزاك ومش ولا بتزاولك؟ بالظبط. زاولها انت كمان، خليها تسال سؤالك، عشان لو سالت هتتشغل بيك وتجري وراك، وساعتها انت تقرر تقف وتاخدها في ايدك ولا تدوخها وتزوغ منها. لحد انا لقيتك ما اكلتش كويس، فقلت اما اجيب لك سندوتشات يعني. ازيك يا صلاح؟ ازيك يا ست الناس؟ تسلم ايدك يا حبيبتي. طيب خلي بالك من نفسك انت. طيب مش محتاج حاجة أساعدك في أي حاجة؟ لا 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 خالص. طب بقى عن إذنكم. شكرا يا دكتورة. ركز في الكلمتين اللي فهم لك. ها استنى، عاملة إيه؟ هو إيه اللي عاملة إيه؟ أنت بتستعبط يا صلاح؟ من ساعة اللي حصل وما شفتش وشك ولا عبرت أهلي بكلمة، حتى المشكلة اللي حصلت لي كنت محتاجة ألاقيك جنبي فيها، بس أنت اختفيت خالص. وعهد الله كنت في الاسم ليلتها، انا اللي مخلص الحوار ده انا واخوكي. ومن ساعتها ما شفتكش يا بنت. انا كان لازم اخفى شويه، انت ما شفتيش اختك عملت ايه؟ كانت هتودينا في داهيه وتدخلنا في حوار احنا مش قده. طب وبعدين؟ ولا قبلين عادي، شويه وهتصهين وكله هيرجع لقديم. دي بتذلني يا صلاح، انا من ساعه اللي حصل مش قادره ارفع عيني فيها، انا خايفه تقول لبوخارست. لو كانت ناويه كانت قالت. انت بس اصبري وميني معاها شويه لحد ما تتصرف. تتصرف تعمل ايه يعني؟ اعمل كل خير بجد. بجد. يلا بقى امشي عشان ايه هنتشاف تاني كده. يلا سلام يا عصر. يلا يا ادل تواش شوف شغلك. يلا يا ابني روح شوف الترابيزات، ما تخليهاش تغب عليكم. يا سيد. ست نصرة. ازيك يا حماد؟ مرحبا. سمعت يا اخويا انك طالبني للجواز. طب اتفضلي. ماشي. شوف يا استاذ نصر، انا راجل دغري والمصريه كلها تشهد بالكلام ده. انا يوم ما فكرت اني اتجوزك، لا فكرت ايه؟ انا ما لحقتش افكر. انا لقيت عينيا مش شايفه غيرك، ودني دي لا مؤاخذه ما بتسمعش غير صوتك. طب ده انا علاء الحرام من ديني ورحمه ابويا وامي، ما فاكر من الدنيا دي اي حاجه حلوه ولا وحشه من ساعه ما حبيتك. بقى الحلو نصره والوحش اي حاجه ما فيهاش نصره. قلت ايه؟ قلت ايه في ايه؟ انا يا اخويا ما سمعتش الا غنيوه حلوه، ودني تقلت على سماعها من زمان. حماده انا مش عيله،
انزلي على الارض على الدنيا اللي عايشينها يا اخويا، وقول لي بقى لو انا قلت اه اللي زيك ممكن يعمل لي ايه؟ احطك في نن عينيا، اعمل لك اللي طول عمري شايله لوحده زيك، ابقى راجلك، ضهرك، سندك في الدنيا دي، ابقى الحضن اللي بتخش فيه الدنيا الوسخه. بس نصرة انا مستعد ابقى خدام تحت رجليكي. بس بقى كفايه، انت فاكر ان نصرة بنت جدله هيوقعك كلمتين الصايصين اللي انت بتقولهم؟ فوق يا عينيا، انا لسه يا اخويا بعافيتي وحس اخويا في الدنيا، ومش انت اللي هتصدر لي ظهرك يحميني من الدنيا. يا نصرة، الست نصرة اللي تربيك وتربي عشرة زيك وتعلمك المرجلة وتخليك تعد بدل المرة ألف قبل ما يوزك شيطانك تعرف واحدة مش من توبك. طب ليه كده طيب؟ عشان تبطل أم العوق وما تكترش في الكلام. وبعدين عايز أقولك، أنا لما أفكر أتجوز هتجوز راجل مش خدام يطفي تحت رجلي. العوافي يا أخوي. لا يا حياة، مفيش سايبان شغل. انت اللي بتقول كده يا بوخارست، ده انت اكتر واحد ما كانتش عاجباه الشغلانه. ولحد النهارده مش عاجباني، بس معلش كل حكايه وليها قفلتها، وانت قفلتك من المكان ده ما ينفعش تخلص كده بعد اللي حصل. امال ازاي بس؟ زي الناس، انت تروح شغلك عادي وترفع راسك لفوق وتحط اصبعك في عين التخين. يا بنت انت انظلمتي، يعني صاحبه حق، مين بقى اللي يخاف ويكش ويهرب؟ ما بتمشيش كده يا اخويا، وانت عارف الكلام ما بيخلصش. لا هيخلص، وحياتك هيخلص اول ما يشوفك واقف قدامهم، واللي سمعك كلمه اديله من المنق خيار. انا بصراحه يا ابو خريست قفلت من المكان ده خلاص. عارف ان انت قفلتي وحقك تقفلي، عشان المكان ده اصلا مش مكانك. يا بنت انت زمانك دلوقتي مذيعه في اكبر قناه فيك يا بلد. بس معلش، احنا نرجع لشغلنا ونرفع راسنا لفوق ونمشي بمزاجنا مش بمزاج حد، فاهمه؟ حاضر حاضر يا اخويا اللي تشوفه. اضحك يا والله العظيم حرام العينين الحلوين دول يتمقوا في البتاع الصغير اللي انت ماسكاه ده. عندك حق والله يا اخويا، شاشته صغيره قوي. هات لي بقى تاب عشان اريح عينيا شويه. تاب؟ لا حلو، ده مفيد للعينين، خليه معاكي. كده برضو يا سيد؟ خرب بيت قلبي، بتعرفي برضو تجيبيني. ماشي، اتقل عسل. اتقل؟ تاخد حاجه نظيفه. ماشي يا صايع. ماشي. رواقي. حاضر. هو بقول لك ايه؟ عايزه 500 جنيه. 500 جنيه؟ اه، عاوزه اجيب طقم خروج ضروري. بس انا معيش الفلوس دي، وبعدين انا حتى لسه ما قبضتش، ما انت عارفه عشان اللي حصل. يعني ايه؟ مش مشكلتي دي، اتصرفي فيهم النهارده. وبعدين ما سمعاكي بتقولي راجعه الشغل. انا كنت فاكره انه خلاص خلصنا يا ايه. خلصنا؟ خلصنا من ايه؟ عشان يعني كنت خايفه عليكي وزعلانه؟ طب ما هو ده حقيقي. وبعدين ما انت المفروض تخافي عليا وما تزعلينيش. ولا ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. اللي وجعني وهو قاعد قصادي اني مش عايزه يمشي، مش عايزه يبطل بص فيا، عايزه يحيلني اكتر، يعشمني اكتر. كنت عايزاه يجرب ويمسك ايدي، يلمس شعري، يزعقلي على الكلام اللي بقوله. انا زعلانه من نفسي قوي، وزعلانه عليه يعني حسيت كده. طب ليه؟ ليه بقى يا اختي؟ هي قهره والسلام؟ ليه ده ايه؟ انا قلبي اتفتح مره واتقفل مش هيتفتح تاني. والواطية عارفة، عارفة اني ما اقدرش استحمل ده كله. تحلبت ازاي ودخلت جوه مخي وخلتني اقابله، مش عارفة. ميسا مش غلطانة، قطعت ميسا ومجهد ميسا. الله، يعني هي المحقوقة انها بتفكر فيكي؟ الله يا بنت، ما تبصي لنفسك بقى، الدنيا كلها بتجري وانت واقفة محلك سر. مستنية ايه؟ والله انا ما بقيت عارفة انا مستنية ايه. عبد الحليم مش هيرجع، ولا السنين اللي راحت هترجع، لكن الحب اللي في قلبي مش راضي يحل عني بقى ويرحمني.
كان يا اختي عايشه على امل ان كل اللي حصل ده ما حصلش. هو ما راحش لسيده ورفضه، لا، وانه مسافر ورجع وهكمل عمري معاه. اللي كده يا سيد، يا ريت كل اللي حصل ما حصلش. بصي للدنيا يا اختي، الدنيا حلوة والنعمة، بس اديها فرصة تحكلك من تاني. تفتكري؟ اه طبعا افتكر، افتكر. واعملي على رأي الست ما بتقول، قولي الزمان يرجع يا زمان، وحيرجع وحياتي. طب تعرفي؟ عايزة اقول لك حاجة، انت عارفة ان انا راجعة الصلاة تاني؟ بجد؟ اه، اصلا اتصلوا بيا وقعدوا يتحايلوا عليا مش قادرين يسلوني يا بت، ما انا كنت البريم. وانت يا ترى هتوافقي؟ انا لسه ما وافقتش يعني، والله يعني انا يعني مش عايزاهم يفتكروا ان انا مستنيه يعني على رنة. قال يعني، بس انا حوافق. ها؟ اوافق؟ أوافق يا نصرة؟ يبقى خلاص أنا حوافق، وأنت هتفتحي قلبك للدنيا تاني يا أختي. أنت يا زود القراقيش والطحال وموت الفشة، مش فاهمة؟ هو برضك مقام الحكومة طبق مشاكل وربيحي. نزل له يا ابني شرب الكوارع وطبق قلوب من خصوصي. غالي يا معلم. والغالي ينزل للغالي. عيب، واحنا معرفة الظهرية يا جدع. ها، طمني بقى على أحوال الشرطة، لسه برضك شبكة مع الشعب وبيدنجلوا إيد واحدة؟ شبكة وكاتب كتاب كمان يا معلم. لا وأنت وطني صحيح، بس أنا ليه عليك عتاب. خير يا معلم. شوف يا نبيل، أنت ترسم دور حكم دار المصرية ده على أي حد، بس تيجي لحد عندنا وتعرق بروحك، عشان الحكومة لما تحط ايديها في ايدين عيل صغير لا راح ولا جه تتقفل سكتها قبل ما تتمها. ما تسيبك من سلي الحوار ده يا معلم، وتجيلي في الدغري. تعجبني. بخارست هو اللي قصدك علشان تعرف له اذا كنت شغال في الصنف ولا لا. حصل. حصل يا معلم، بس علمونا زمان اللي على راسه بطحة بيغطيها، وانت راسك عريانة لا مؤاخذة يا معلم. يعني ولا انا ولا سيد ولا اي ذكر في الحكومه يقدر يشاور عليك بالزور. طب وكتر الكلام بقى والرطرطه الفارغه، استنى لما يحصل. اسمع يا نبيل، اللي نحرت قلبي في السنين اللي فاتت دي كلها عشان ابنيه، مش هيجي حته عيل صايع وامين شرطه خارج بيتي يهدوه في لمه حشيش. امان ولا نهيده تاني؟ دوم العز يا معلم. العز للحبيب يا اخويا، وما تنساش بقى تحاسب وانت ماشي، وافرط ايدك في البقشيش عشان ما يقولوش عليك معفن. ايه رايك بقى يابا؟ لو مش عاجبك نغيرها ونجيب غيرها. بقول لك ايه يابا؟ عليا النعمه بطحولك واجي اشرف جنبك هنا. يا حبيبتي يا سمسم، فعلا ورحمه امك نويت تتأهل؟ نويت، وعهد الله نويت. يا لهوي، هو انت عايز الراجل يغير رايه ولا ايه؟ يعني خلاص هنجيب لي حته عيل يمد في اسمي ويطول في كفني؟ ايه بقى لازمته الكلام ده؟ ربنا يديك الصحه. البركه فيك يابا. المهم انت تكون مبسوط. مبسوط مني؟ مبسوط يا سيد، مبسوط انك هتتجوز. بس هات، كان نفسي ابقى معاك كتف في كتفك وقابل الناس اللي جايه تبارك لك. معلش، تبقى معانا في الطلاق ان شاء الله. كده برضه يا سيد. سامي باشا. اهلا، ازيك يا عم جد الله؟ ربنا يبارك فيك، سيد ابني وعروسته. ازيك يا باشا؟ وجاي يفرحوني بجوازهم. الف الف مبروك، الفرحه دي شربتها عندي النهارده. كلك طيب يا باشا. بعد اذنكم. ماشي يا باشا، اتفضل. ما كنتش مستنيه من حضرتك كده ابدا، وخصوصا ان انت عارفه كويس مين قوي الحب. بصراحه انا ما كنتش متوقعه انك ترجعي تاني، وكان هيبقى عندك حق برضه. انا فعلا ما كنتش عايزه انزل، بس اخويا هو اللي اقنعني، قال لي لازم تروحي، انتي ما عملتيش حاجه غلط. احمد اخوكي هو اللي قالك كده؟ مش احمد اللي قالي، سيد.
اخويا الكبير. اه هو في سيد كمان؟ عموما هو بيتكلم صح فعلا، انتي ما عملتيش حاجه تتخبي منها يا رحاب. عارفه يا رحاب، انا قبل كده اتحطيت في موقف ممكن يكون اصعب من موقفك، موقف هدني من جوايا، وقفني كده قدام نفسي مش عارفه ابتدي منين او ابتدي ازاي. كانت علاقه قدمت فيها كل حاجه وخسرت فيها كل حاجه، قعدت فتره طويله قوي متضايقه ومش قادره اسامح نفسي، بس بعد ما الوقت بيعدي بتكتشفي ان في حد تاني خالص هو اللي المفروض يتضايق من نفسه ويقرف منها كمان. فاهماني؟ فهماكي، بس انتي شكلك كده في حاجه تانيه مضايقاكي غير اللي حصل، مش كده؟ احكيلي فضفضي ما تقلقيش. ايه اختي اللي جاتلك هنا مره مالها؟ يعني هي اصلها شافتني في موقف كده، يعني ما كانش المفروض اصلا يحصل بس هو حصل. مع حد بتحبيه؟ ايوه بحبه قوي، بس والله العظيم ما في اي حاجه حصلت بينا، ايه بس شافتنا وهو كان عايز يبوسني يعني وكده، ومش عايزه تصدق ابدا ان مفيش اي حاجه حصلت. وبتضايقك باللي عرفته عنك؟ اه مش عارفه ليه بتعمل كده، دي اختي. يمكن مصدومه من اللي شافته، يمكن يعني مش عارفه تتصرف ازاي، بس اكيد هي مش قصدها تاذيكي او تهددك. دي بتعمل كده طول الوقت، ما تخليها تيجي تقابلني. ليه؟ هتعملي ايه؟ ما تقلقيش انا هعرف اتكلم معاها. يا ابني ما تروق من التوه اللي انت فيها دي، مالك؟ ماليش يا معلم. مالكش؟ ده انت سمعت مهرجان عبيله واديله لما اتطرشت، بس ربك والحق انت الغلطان. ليه يا معلم؟ هو انا دخلت عليها دخله شمال لما مؤاخذه؟ ده انا طلبت لها الجواز. يا ضيف افهم، كل مره ليها سكه تنفع معاها. عندك مثلا المره اللي تحب الراجل الرايق الراسي اللي يخليها تلهري وتنكت وتفرك كده لحد ما توقع لوحدها. عندك كمان المره اللي تحب اللف والدوران لحد ما توقعه بمزاجها. في كمان مره بقى القرش يسايسها من غير لا كلام ولا هري. طب ونصر سكتها ايه؟ لا دي بالذات مالهاش سكه. ابعد عن وشها احسن لك. لا يا معلم انا عايزها. يكشي يكون بتحبها. بحبها والختمه الشريفه بحبها وبموت فيها كمان. يا تكبر بقى واسترجل ولا احب لك واحده غيرها. الله، وانت ما شفتهاش لما كنا عندهم في البيت كانت عامله ازاي؟ مره زي الباجور، لا بتكبر للرجاله ولا لغيره. معاك حق، معاك حق، بس انا اعمل ايه؟ المره مخيشه في دماغي مش عايزه تخرج. فوق نفسك ولشغلك، انت زي معوض اخويا وانا عايز مصلحتك. ما تخليش دماغك تجري ورا سكه ما تنفعكش. يلا او كله سلف ودين. الو بياض، ماشي خلص وكلمني. ها وصلوا لايه؟ تمام يا معلم. بيحصل قلب احبائي. شفتي الست اللي عملت شعرها برتقاني؟ دي غريبة جدا، أنا بجد مش مصدقاها، أنا شايفة إنه كان أحلى بكتير. كتير؟ إيه ده؟ سيد؟ أه سيد. إزيك يا حبيبي؟ إزيك يا حبوبة؟ إزيك يا أخويا؟ خير؟ في حاجة حصلت ولا إيه اللي جابك؟ في يا بت؟ جت طمن عليكي. أنا بخير والحمد لله، ما تقلقش، أنا عاملة حسابي أستأذن بدري عشان ألحق أوضب ميسا. بس بدري بدري، بعد لسه نجيب حاجات قبل ما نروح. لا مش هينفع، بوشي مش هتوافق. بوشي إيه اللي مش هتوافق؟ الله حرام أكسر لها المكان باللي فيه، ما سمعتش عني ولا إيه؟ مش محتاج تكسر حاجة، أنا سامعة عنك لوحدي. يا لهوي، لا مؤاخذة يا فندم، حقك عليا. غير أرحام. حاضر حاضر يا أخويا. ما تستغربش أنا كده، مش بحب أقعد في مكتبي كتير،
بحب افضل هنا وسط البنات عشان افضل فاهماهم وحاسه بيهم طول الوقت. حاسه بيهم عشان قاعده في وسطيهم. بس ما حسيتيش برحاب لما اتحبست ليلى في القسم، مش كده؟ انا مقدره زعلك ومقدره كمان ان انت اللي اقنعتها ترجع هنا تاني. رجعتها بمزاجها مش بمزاج حد تاني، ومحدش يقدر يغصب عليها. اللي حصل لرحاب اتلطت فيه ظلم وعدت، شيطانك بقى هيوزك تلطيها تاني هتلاقيني واقف قدامك. وساعتها هتعرفي مين هو سيد بوخارست. وبدل ما بتسمعي عنه هتتكلمي عليه. واضح انك ما تعرفش انا مين. وما تعرفش كمان انا ممكن اعمل فيك ايه بعد الكلمتين دول. بس اوكي. هحط نفسي مكانك. هحكم عقلي. يعني هعتبر نفسي ما سمعتش حاجة خالص. وهعتبر كمان إن دي آخر مرة أشوفك فيها هنا. هتشوفيني تاني. وزبون كمان. أصل أنا بموت في التدليك. مش هيحصل. وحياتك لا يحصل. وبإيدك دول كمان. سيبك من اللي في ايدك ده وتركز معانا بينا. مالك يا سلطان؟ ما انت كنت بتمق فيه بقالك ساعه، حد كلمك ولا هو حلال ليك حرام علينا يعني؟ مش كفايه ان هو مارق قبل كده؟ يا سلام. مارق قبل كده يعني لقيت في خبر متاكل مثلا؟ اسوء خير. انت عارف ان انا ربنا ما ابتلانيش باي حد اقدر اثق فيه واسلمه اللي في دماغي غيرك انت. حبيب ابو صلاح. ايوه اهو انت كده جبت التايه صلاح. قول اخويا. بص اخويا، انت عارف ان الواد صلاح حاله مايل وسكته عوجه، وانا على يدك حاولت معاه مره بالاداوه والف بالعشره ما ارتجعش. والسكه اللي ماشي فيها دي مش هتلط لوحدي، لا دي هتلط سمعتي وسط الخلق معاه. تربيه واطيه قوي. واطيه واطيه يعني. طيب ما دام مش عارفين تربوا العيال بتخلفوهم ليه من الاول يعني؟ يا عم ما هيش ناقصه حكم ومواعظ. هي ناقصه في ايه يا عم نبيل؟ اسمعني بقى اللي اقول لك عليه. الواد عايز يمشي في تجاره الصنف مع بوخارست. الصراحه بقى انا ما لقيتش حد غيرك انت. لا غير مين؟ هو انا يعني هعرف اقنعهم ولا ارجعهم على اللي في دماغهم هما الاثنين؟ لا يا اسطى ما اعرفش. ما اعرفش. طب اسمع بقى النهي يا امين الدرك انت. انا عايزك تزق عليه كام واد من السرسجيه والسوابق اللي انت تعرفهم كويس. عايزهم يعكسوا عكشة اللي هي يفرموه لغايه ما يعرف ان الله حق. يعجزوه يعني؟ يعجزوه. وماله؟ الكلام ده تقوله لصلاح. ماشي. تصدر له قبل كاش القسوة يصدقك، انما انا لا، انا عارفك كويس يا سلطان، ده انت ما بتطيقش الهوا الطاير على الواد، ولا حتى حمو النيل بتاع العيال الصغيرة. اسره، هتخلص الليلة دي ولا اشوف حد غيرك؟ لا، غير ايه؟ انت عايز تتلف الواد ولا ايه؟ خلاص اللي تشوفه يا سلطان، الليلة دي عندي. عندك عندك؟ عيب، خلاص عندي. اشرب بقى قهوتك. تعبتي نفسك ليه يا اختي؟ ده انتي المفروض تقعدي ونسقيكي. يا دي لعيبه يا نصره، ودي تيجي برضو يا اختي؟ انتي فاكراني دفا ولا ايه؟ تيجي تقعد كده وتضم رجليها في حجرها؟ اصل يا بنتي يا مون، من ربنا يخليكي ليا يا رب. تسلمي لي يا حبيبتي. مكسوفه منك يا نصره على السواق اللي حاصله في الشقه، كنت خليتيها عندي. جرى ايه يا بنتي يا هبله؟ عندي وعندك ايه؟ الشقه هنا اوسع، ولو على النظافه تعالي بكره نضافي. لا يا اختي ولا اعرفك. يبقى ما انتيش ماشيه غير لما تنضفي. قولي لي ايه رايك؟ الله ده جميل قوي. تسلم ايدك يا بنت، عقبال يوم فرحك.
حبيبتي قمر والنبي. مش بدري يا حوبة، المكياج يسيح. يسيح مين يا ناصرة؟ ده مكياج حوبة اللي ما يطلعش إلا بالحموم يا أختي. بنتي يا إيمان، البت دي أصلها جواها نار أيدة، تسيح أدخن مكياج. بتقولي إيه يا ناصرة؟ أي أختي، نار أيدة كده فيا ومش عوض. إهري وإن كنتش أختي منك. حطي الله يرحمه، الله يرحمه ويبشمش الطوبة اللي تحت قرعته. هو مين ده يا ولية؟ المرحوم اللي أنتوا عمالين تسفوا في قهوته ده. جرعية وليه منك ليها؟ فرح ده ولا عازة؟ بس سمعيني زغروطة يا اختي انت وهي. بتي يا ايان ده احمد يشغل لنا مزيكا. حاجة فرح يا اخويا من البتاع بتاعك ده بسرعة يا اخويا. او النبي اعمل لهم دي جي عشان ست يونيو تعرف تهز. ايوه يا اختي هحس، وانت كمان هتهزي، وانت يا بنت هتهزي، وانت يا نصر هتهز. اهز ماليش فيا هعلمك. عيني لك ايه اللي انت شغلته ده؟ مش قلتلكوا ده عزا بس كاتب وعلى المعاش كمان. يا اختي تفي من بقك، ما تغير الاغنيه يا احمد. انا عايزه كله يرقص، عايزه بتاعتي كده تبقى في جمالك. والنبي ظبطيها يا اختي، ظبطيها يا بطه وظبطيها. هي دي بقى هتشعوضها. الواد ده حلو سابق سنه، الواد ده حلو ما اقدرش انا ابعد عنه. الواد ده حلو، الواد ده حلو سابق سنه، الواد ده حلو ما اقدرش انا ابعد عنه. يا دنايا تروح فرح صاحبك النهارده، وهي يونيا كانت هتوديني عند الدكتور. خلاص يا أم انا جيت، والست كتر خيرها عملت معانا الواجب وزياده والله. بنت جدعه قوي، ربنا يسترها ما يفضحها ابدا. ما سابتنيش دقيقه واحده طول ما انت غايب. وابويا بقى كان فين ساعتها؟ ما هنش عليه مره ينزلك يوديك العياده ولا يعمل لك التحاليل بتاعتك. والنبي يا ابني قال لي، بس انا بقى ما حبيتش اتعبه. وكفاية عليه يا دنايا القهوة وبيته، وقالوا عليك طول ما انت غايب. أجي أنا كمان وحط. قلقوا عليا بقى سلطان، هيقلق عليا أنا. بقول لك إيه يا صلاح، مش ناوي يا دنايا بقى تصفى لأبوك؟ يا ابني أنت مالكش غيره من بعدي. ربنا يخليك لينا يا أما ويطول لنا في عمرك. خليك ليا يا حبيبي، وتفضل لي سنة دي كده على طول. تلاقيش يا أم صلاح، أنا من هنا ورايح أفضل جنبك. لا هخليكي تحتاجي لحد ولا لحاجه، وان شاء الله ادخلك احسن مستشفى تتعالجي كمان بدل بهدله العيادات والتحاليل. يعني مش هتسافر تاني يا صلاح وتسيبني؟ لا يا ام صلاح، خلاص السفر ما بقاش جايب همه، وابنك ما بقاش حمل التنطيط بقى والبهدله، والحمد لله الشغل ماشي هنا كويس وكل يوم بيبقى احسن. انت بس ادعي لي وهي هتزهزه وتبقى عسل. ده عيالك يا حبيبي، وربنا يجعل لك في كل خطوه سلامه. يلا تطلع. الله يا عم سلطان، تقف تكاتشن ده؟ لو انت اجي عليك واقف على السلم متعلق في اللوم. السلم ولا في السن ده؟ انت بتعملي فيها عجوز؟ ده انت اعفى مني يا جدع. قرة ساكت قرة. يا كنتاكي يا حوكا. ايوه خد تعالى. ايه يا كبير؟ شفت الصلاح؟ لا والله ما شفتوش. ليه خير؟ خير؟ اه اصل انا عندي معاه مشكله، بكلمه الصبح ما ردش عليا. ليش معاك دي اخضر؟ لا والله انا احمر. احمر؟ يلا انت تتهرج معايا. يلا يبقى كده ماشي يا عم. يلا يلا هات لي شاي. ماشي. بقول لك يا عم سعد، انا من امبارح وانا قلبي مقبوض مش عارف، حاسس في حاجه غلط كده. تاخد كام وتخلعني من الليله دي؟ والنعمه لو قعدت تقول من هنا لبكره ولا هصدقك يا عم سعد. يا قاور انت هرشني. بالك انت يا سعد، وهم صغيرين ما كانش يستحمل عليها الهوا الطويل ده، دلوقتي وعايز تخلع. يا جدع في ايه؟ ما تطمعوش فينا بقى. طب تعالى تعزمي شاي وتعالى. في ايه؟ فرح بص ولا ايه؟ لا يا راجل فرح، لا ولا فارق. خساره. موسى سعيد والله العظيم ثلاثة ربنا هيفرحك زي ما فرحت ابوك بالحركة اللي انت عملتها دي. طب على الحرام كان نفسي اخرجه يشوف ليلة زي دي، بس انت بقى عارف اللي فيه. عارف عارف يا ابني، ان شاء الله هتفرح باخواتك وبالبنت ميسة. البنت دي تتقل بالغالي، بنت جدعة وبتحبك. داخل
البت ميسا بقى مش عارف عملت فيا ايه. انت عارف انا في الغربه شفت نسوان اشكال والوان، الملفوفه والرفيعه واللي نفخهم على 18، بس اجي ابص في عين واحده منهم ما بشوفش غير ميسا. انت كداب يا ولد. صح يا عم سلطان، الست اللي تبص في عينيها وما بتشوفش روحك على حقيقتها تبقى غلطان في العنوان. يا سلام. ميسا بقى بص في عينيها كنت اشوف سيد بجد اللي مالي عين الناس كلها من غير لفتوانة ولا قوه. في الحب والدلع تقول لك ما تتكسفش، وفي وقت الزنقه شايله حمود واقفه في كتفك وفي ظهرك وتقول لك هاتي اخويا كمان. بسم الله ما شاء الله. يا عم سلطان، في فرق كبير بين المره اللي تحسسك ان انت ذكر ومره تحسسك ان انت راجل بجد مالي عليها الدنيا. بس الله يكرمك عشان انت حركت مشاعري لدرجة ان انا هروح لسعد دلوقتي اخليه يخلعك واتجوزها. طب الله حرام لزعلك. لا لا خلاص انت صدقت. ده جدع في ايه؟ ربنا يهني سعيد بسعيدة. جرى يا عم سلطان ما تصبر. انا وصلت. بقول لك ايه؟ ما تخليش الراجل ده ينكس لك ليلتك وتعزمه. الراجل ده ما بيحبش يفر لحد. وانا ما قلتلكش مش المعلم فوده بطل نجاسة وحاج بيت ربنا وبقى نضيف. ابن حلال. تعال اشرب بقى الشربات. الليله كبيره يا سيد، اركب كلمتين على الطايف. استنى اتكل على الله فوده، ما تبوظش ليله الجدع. نزل شويه شربات لعمك سلطان يا سيد عشان يروق دمه. تعالى مش هنتاخر. الله ربنا يكرمك يا اختي على وقفتك جنبي. أنا مش هقدر أقف معاكي أكتر من كده يا نصرة، لازم تتصرفي وتشوفي لك حل وإلا. حاضر يا حبيبتي حاضر والله. هي أوضته فين؟ من هنا؟ طب شكرا يا أختي. الحمد لله، الدكتور طمنا والتحاليل طلعت زي الفل. الحمد لله يا حبيبي. مفيش تاكسي عايز يقف ليه؟ ايه يما؟ توك ما افتكرتي؟ ايه؟ ابنك ما وحشكيش؟ وبعدين يا معلم فوده، انا بقالي ساعتين راكب معاك العربيه، عملت تجيبني يمين وشمال، ولما مؤاخذه في الاخر ما فهمتش حاجه. ماشي يا سيد، البضاعه اللي انت غبيت عليها انت والواد صاحبك ولهفتوها تخصني. بضاعه ايه؟ انت راح منك لحمه؟ بقول لك ايه يا ابن جد الله؟ بطل استعباط وتعالى دغري. ما انا جيت لك في الدغري عملت لي فيها مفتي الديار، زعلان ليه دلوقتي؟ تقوم تعمل الدور ده كله علشان اطلعك في النور واقول لك اني لسه ماشي يا سيد، لسه في الكار وكبير معلمينه كمان. صح كده، بس انت ما لعبتها صح يا سيدي. علمني البضاعه اللي انت غبيت عليها دي لسه ما تدفعش ثمنها، يعني مش في حيازتي 100%، وصاحبها المعلم عرابي ما بيرحمش، واحنا بقى ما يلزمناش رحمته. ما بفهم اللي غب غبه زي دي، يا اما يبقى قارح قوي ومستكفي يا اما عليه العوض. وانت شايفني مين فيهم بقى؟ شايف عليه العوض في شبابك وفي صاحبك اللي تحت ايدي. اسمع يا سيد، قدامك سكتين مالهمش تالت، يا اما فلوس البضاعه اللي بعتها توصلني لحد عندي وانا حراضي الراجل واشتري خاطره، يا اما رقبه صاحبك وبعديها رقبتك وربنا يصبر العروسه. السيد بوخارس يتخير بالنارين يا معلم.
ساعات من غير سبب تمسك تراب تمسك تراب بدهب وساعات تعلمك الأدب وانا اللي عليك ديني كاتب اغلب لحد ما يوم انغلب وده لي سبب سر جواك كاتب لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.